هكذا مشاهدينا الكرام تتواصل الانطلاقات وينطلق الشوط السادس لقعدان الحدايق من مسافة 3 كيلومترات تتقدم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول صوغانا من ينطلق عيد بالنجم العطوي مع المركز الأول لكن من يتسلل في هذه اللحظات مزعل الاستفادة بن سليمان العطوي مع المركز الأول المركز الثاني في هذه اللحظات من يصل صوغانا لسيد عيد بالنجم العطوي أيضا من وصل مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث في هذه اللحظات من ينطلق علم لسيد احمد بن بشير البلوي مع المركز الثاني المركز الثالث ما زال صوغانا لسيد عيد بالنجم العطوي المركز الرابع الغشمري عودة بن سالم العطوي المركز الخامس في هذه اللحظات الضبي سيد محمد بن مشحن البلوي اعود مع مقدمة الشوط مع المركز الاول مشاهدينا الكرام مزعلة مع الصدارة فهد بن سليمان العطوي مع المركز الأول بينما المركز الثاني يتقدم صوغان عيد بالنجم العطوي المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم علم أحمد بن بشير البلوي المركز الرابع في هذه اللحظات الطبي لسيد محمد بن مشحن البلوي المركز الخامس يتقدم الغشمري عودة بن سالم العطوي مع المركز الخامس لكن عودة مع مقدمة الشوط عودة إلى المركز الأول مزعل فهد بن سليمان العطوي مع مقدمة الشوط صوغانا قادم عيد بالنجم العطوي مع المركز الثاني بينما المركز الثالث الظبي محمد بن مشحن البلوي مع ثالث المراكز المركز الرابع من وصلت في هذه اللحظات انضمت الشعارات يتقدم الفائز محمد بن عبيد العمراني والغشمري قادم لكن ما زال مع مقدمة الشوط مزعل الزلزال بن سليمان العطوي مع المركز الأول مع الصدارة المركز الثاني يتواجد صوغان عيدة بالنجم العطوي المركز الثالث اتحرك في هذه اللحظات الظبي للسيد محمد بن مشحن البلوي والغشمري قادم عودة بن سلامة العطوي مع المركز الرابع المركز الخامس الفائز محمد بن عبيد العمراني لكن اعود مع المركز الاول ما زال مزعل صامت صمود الجبال مع مقدمة الشوط للسيد فهد بن سليمان العطوي وعيد بالنجم العطوي مع المركز الثاني مع صوغان المركز الثالث الغشمري عودة بن سالم العطوي الكيلو الأخير افتتحه مزعل مع مقدمة الشوط صوغان مع المركز الثاني عيد بالنجم العطوي المركز الثالث الفايز محمد بن عبيد العمراني لكن مزعل مع مقدمة الشوط فهد بن سليمان العطوي مع الصدارة مع المركز الأول المركز الثاني الفايز محمد بن عبيد العمراني المركز الثالث صوغانا مشاهدينا الكرام عيد بالنجم العطوي المركز الرابع الغشمري لكن مزعل مع المركز الأول فهد بن سليمان العطوي المركز الثاني الفايز يا باي ووصل الغشمري ووصل صوغان لكن ما زال مزعل الغشمري قادم عودة بن سالم العطوي ومزعل صامت الغشمري ولا مزعل والغشمري اللحظات الحاسمة لكن الغشمري اتسلل مع مقدمة الشوط عودة بن سالم العطوي مع 200 متر الأخيرة ومزعل يحاول لكن الغشمري ينتزع هذا الشوط تهانينا وناموس السيد عودة بن سالم العطوي على فوز الغشمري بالمركز الأول المركز الثاني
مزعل على سيدة فهدة بن سليمان عطل المركز الثالث. صغان سيدة عيدة بن نجم عطل المركز الرابع. محمد عبيد. محمد بن عبيد العمران المركز الخامس. نحيله إلى لجنة الخطية والتحكيم من التوقيت الزمني. 4:55:64 جزءنا من الثانية تانينا ونمو.